بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على محبتك واجعلنا نرتقي في الحضور بين يديك يا سميع يا كريم، لا تبخسنا، يرحمنا ربنا أن أبعدنا عن البخس، لأننا أردنا علو الهمة برجوعنا إليه وتوحيدنا إياه والاتكال عليه تمام الاتكال. آمين يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من أهل نفسه بالعدوان واستمر في ذلك المسلك الشيطاني. نسأل الله السلام. يقول رب، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن بيقولون النبي عليه الصلاة والسلام وزيح من المكان اللي كانوا أهل فيه المنافقين في المدينة اللي مش يتوجوه ملكا، فطلع قرع ما فهموا منها شيء، لأنه الأعز والرسول عليه السلام في الخلق جميعا هو الأعز. مش أنت يا ابن أبي الصقر المهين عند الله ورب العالمين. عاد يقول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، قالك مش ترجعوا عزيز كما أنت تحب، وقلنا ليحسب واحد يظلوا كما التوانسة اليوم ملعونين وهم لا يعلمون، يسبحون بسخط الله ويمشون بغضبه. وما ظلمكمش رب، احنا قلنا لكم وصبرنا عليكم ونبهناكم وارشدناكم، ومن انظر فقد اعذر كل شيء، ولكن لفايدة المنافق سكر ذكرى ما يفهم شيء مما يراد من طرف اخرى، فهو خير له في التعجيل بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى.